طابت اوقاتكم بكل خير مشاهدينا، واهلا بكم معنا في حلقه جديده من كواليس البطوله، حيث نقدم لكم خلال الساعه القادمه كل ما دار في كواليس مباريات يوم امس من احداث ومواقف وردود فعل على نتائج المواجهات الثلاث، اخبار بطوله الشارقه الرياضيه الرمضانيه لكره قدم الصالات سنتابعها ايضا في كواليس البطوله، نتواصل ايضا مع الفرق المشاركه ونحاول ان نسخن الاجواء الرياضيه قبل صافرة بداية المباريات كل مساء، بداية الحلقة السادسة من كواليس البطولة بعد الفاصل، لا تذهبوا بعيدا، سنعود. تابعونا في كواليس. في كواليس. تابعونا في كواليس. في كواليس. بداية يسعدني أن أرحب بضيفي في الاستديو، كل من الزميل عصام هجو الصحفي بجريدة الخليج وهو الذي يغطي أخبار بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية. رحب فيك عصام. وعليكم السلام. مرحبا. أنت دائما تقول لي وعليكم السلام، تحرجني أنا أقول لك السلام عليكم في البداية. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا سعيد بوجودك معي اليوم. مرحبا. أيضا يسعدني أن أرحب بالكابتن عبد الله أحمد إداري فريق سبورت فور أول، الفريق اللي حقق نتيجة مميزة البارحة واللي انا باخذ راي عصام اكثر عن مباراتكم. راح فيك عبد الله. اهلا وسهلا. سعيد بوجودك معنا. اعتقد ان المباراه كانت صعبه نوعا ما في البدايه، لكن بعد ذلك كانت في المتناول. اكيد المباراه كانت بدايه صعبه، سجل علينا الهدف الاول، لكن الحمد لله داركنا الوضع وقدرنا نعيد المباراه في اسرع وقت وسجلنا رباعيه والحمد لله. كانت انطلاقه اكثر ممتازه. عصام شو اللي لفت نظرك امس اكثر شيء؟ صبح صبح مدرب؟ لا، كثرة الأهداف، غزارة الأهداف هي الشيء الملفت للنظر والدافع لكل فريق أنه يظهر بأكبر قوة عنده في المباراة الأولى. أنا دي واضحة في البطولة، أي فريق يركز على الظهور القوي في البداية. ما لفت نظرك أن الكابتن صلاح مدرب؟ الكابتن صلاح منير طبعا هو فاكهة المدرجات في كل مباريات فريق نادي الشارقة، كل فرق نادي الشارقة مش فريق الكرة راح نشوف احنا ان شاء الله. شاهدناه بالامس يعني يحمل علامة الكوتش، كان كونتي ولا انزاجي ما عارف، صلاح صبح صبح كان هو يعني فاكهة المدرجات بالامس. زمان هو بيكون فاكهة المدرجات عندما يكون في المدرجات، امس هو كان في الملعب وبرضه كان فاكهة المدرجات، المدرجات شغالة معه كانت. عموما قيمة بالامس ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية. المواجهات الثلاث شهدت تسجيل 23 هدفا، الفوز كان حليف الفرق التي سبق لها المشاركة في النسخة الأولى من البطولة على حساب الوافدين الجدد إلى البطولة. هل هي خبرة المشاركة أم أنها كانت الفوارق في قدرات وإمكانيات اللاعبين؟ نشاهد.
المباراة الأولى يوم أمس جمعت البحري والبركان، واستطاع الأول أن يخمد ثورة الثاني 8 أهداف مقابل هدف واحد. في أولى مواجهات اليوم الثاني من بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية الثانية لكرة قدم الصالات، مزيد من الإثارة والحماس. المباراة الأولى فيها النقيضان بالمعنى والأداء، البحري والبركان. باختصار، البحري كان هائجا وأمواجه لم تعرف التراخي ولا التأجيل، أطفأت نيران البركان بلا هوادة. الشوط الأول فيه رباعية نظيفة استهلها المبدع أحمد سيف. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، سيفه البتار سيعود بعد قليل، لكن عبد الله محمد تولى الهدف الثاني. يا راجل على الجول. جاسم سيف كان له الهدف الثالث. سيف يا القايم، هوبا. وأحمد سيف اختتم الشوط بهدف ثاني له ورابع لفريقه. بدأ الشوط الثاني وظهر محمد رزاق بالهدف الأول. جاء بعده محمد البلوشي بالهدف الثاني، ثم عاد محمد عبد الرزاق بالهدف الثالث. أحمد سيف اشتاق للتهديف مجددا فسجل الهدف الثامن والأخير لفريقه. لم تنتهي المباراة من طرف البركان وإن لم ينفجر طوال المواجهة. هنا أنور يوسف يغزو الشباك بالهدف الوحيد لفريقه. ينضم لنا في هذه الأثناء الكابتن جاسم البحري إداري فريق البحري. في البداية رحب فيك جاسم ومساء الخير. في البداية سؤالي راح يكون أن فريق البحري حقق نتيجة كبيرة جدا في هذه المباراة، دبلوماسية نوعا ما كانت موجودة في تصريحاتك بالأمس المكالمة، لكن بهذا المستوى بهذا الفريق أعتقد أن الفريق قادم للبطولة. جاسم، السلام عليكم، مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. والله أنا أقول الحمد لله، أمس الفوز الأول في البطولة جدا مهم، يعني نقدر نقول أنه هو الفريق الأقوى في البطولة حتى الآن. لا لا لا، ما تقدر، يعني أنا صحيح الفوز الأول مهم يعني، بس يمكن الفريق اللي قابلته أنا فريق ممكن يعني حماسي، فريق ممكن ما عنده خبرة صالات، أنا ما أقدر أنا هذه المباراة أني أقول أنا قادم، لا. ولكن حتى الفرق اللي ما تلعب كرة صالات، إذا أنت ما كان عندك سيستم معين أو طريقة لعب معينة يصعب عليك أنك مثلا تسجل أو أن تفك شفرتهم، ولكن لله الحمد توفقنا. وأقول هارد لك فريق البركان حقيقة اللي كان فريق يعني له مستقبل، أتمنى له التوفيق، وهذا ما عكس عن المستوى الحقيقي لفريق البحري. ان شاء الله نتامل المباريات القادمه ان يظهر الفريق بصوره افضل. يعني جاسم بتصريحاتك هذه يعني ما عكس المستوى الحقيقي، وثمانية شو لو عكس المستوى الحقيقي كم راح تكون النتيجه؟ لكن هذا يجرني لسؤال ثاني بالنسبه للفرق الثانيه، انت شاهدت شفت المباريات الثانيه، من الفريق اللي ممكن يهدد البحري؟ والله أنا أشوف كل الفرق، يعني الفريق اللي يخوفك أنت كجاسم شفت مستوى؟ لا 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 كابتن، أنا ما يخوفني فريق. أها زين، أنا كخوف لا ما يخوفني، ولكن أحترم الفرق. فريق رويال أنا لابد أني أحترمه، هذا بطل النسخة السابقة، فريق الوطنية يملك من أفضل الاثنين محترفين لحد الجولتين اللي شاهدت، من أفضل الاثنين عندهم الحمد لله عبد الرحمن أحمد عزاك وكماتشو اللاعب الإسباني أعتقد. لكل مباراة طريقتها، لكل مباراة حساباتها، يعني أنا مباراة رويال طبعا طريقتي بتختلف اختلاف كلي من مباراة البركان، ولكن نحن يعني متأملين الخير، وأنا واضع الخطة المناسبة لمباراة رويال اللي هي بتكون باكر، وإن شاء الله الله يوفقنا. أمس عصام هجو كان يقول سيميوني مدربين، عصام شفت جاسم كيف قلب كل التوقعات؟ هو ما قلب كل التوقعات، هو كان يتحدث بالدبلوماسية أمس، صح ولا لا؟ بالأمس هو يعني نجح في تخدير فريق البركان، وقال أخشى أن ينفجر عليه البركان في المباراة، وشفنا أنه هيجان البحر هو اللي كان صوته مسموع، واستحق فريق البحري الفوز عن جدارة،
وكابتن جاسم كابتن معروف ومشهود له بالكفاءة، ولكنه حتى في البطولة الرمضانية يعني زي ما شاهدنا نصف الفريق هو نفس فريقه اللي كان بيلعب به في دوري، وهذا يعطي تجانس أكبر عصام. يعطي تجانس أكبر، وما أعرف كابتن جاسم المحترفين عنده محترف ولا محترفين في الفريق، وعاوزينه برضو يكشف لنا عن نظرته الفنية لمباراة الغد أمام فريق رويال. إذا حظي فريق البحري بالفوز غدا سيكون قد قطع شوطا كبيرا في الوصول إلى الأدوار المقبلة، وإذا خسر أو تعادل ستكون أموره شبه معقدة، خصوصا أنه حيواجه فريق رويال. فعاوزين نظرة جاسم الفنية للمباراة بعيدا عن الدبلوماسية والرسائل التخديرية اللي عودنا عليها. فخليك مباشر كابتن جاسم. أنا بكمل سؤال عصام. فريق رويال ما كان بمستوى فريق رويال اللي كان موجود في النسخة الأولى كبطل، يعني خلنا واضحين جاسم في المباراة الأولى رويال مش هو رويال اللي كان في الموسم الماضي. لا، المباراة الافتتاح والمباراة الأولى دائما تكون يعني مثل ما تقول جس نبض للفرق، وهو قابل فريق قوي يعني مش انه قابل. فأنا أتوقع أن فريق رويال بيختلف اختلاف كلي في مباراة الغد، وأنا حقيقة أشكر عميد الصحفيين دائما يعني يعطي الفرق ويعطي المدربين حقهم يعني، ودائما بخبرته السابقة يعني ما يحابي مدرب على مدرب. لو في أي حاجة يجيك بعد المباراة يقول يا كابتن كذا ناقصه كذا، يعني نحن نتعلم منه، وهذا أنا أفادني كثير حقيقة. يعني أنا اللي يمكن أول موسم في كرة الطالات، ولكن أنا دائما أستمع لنصائحه، ودائما تكون نصائح للأفضل حقيقة. يعني أي شيء سلبي على طول يجي يخبرني، فهذا اللي قاعد أنا يساعدني وقاعد أطور من نفسي. فأنا حقيقة هذا شكر خاص لعميد الصحفيين. مباراتي النظرة الفنية أنا أتوقعها بتكون للمدربين أكثر من اللاعبين غدا. جاسم عشان ما نطول عليك، أيضا أنت تكلمت عن الصحفيين والأعمدة، 8-1 خلينا نقولها بالعامية، ما تتوقع اللاعبين يغترون بالنتيجة هذه يسترخون؟ على فكرة ترى عصام كاتب عن المباراة 8-1 راح تنشر غدا، يعني عن واللاعبين راح يقرون هذا الموضوع، يعني الفوز الكبير النتيجة الكبيرة فيها أريحية كبيرة بالنسبة للاعبين. لا أنا بالنسبة لثمانية واحد، لا أنا بعد المباراة على طول هنيتهم بالفوز، طبعا على الفوز 2-1 أنا قلت انتهت المباراة 2-1، حتى في الجروب عندي كتبت أن الفوز 2-1، فهم ناسين أنه فايزين 7-8، هم في بالهم أن 2-1 انتهي المباراة. فإن شاء الله هذه الأمور عارفة تعامل معها. عصام يقولك جديدة هذه. جاسم البحري شكرا لك، شكرا على وجودك معنا اليوم، ان شاء الله كل التوفيق لكم في المباراه القادمه. شكرا لك. عبد الله كيف شفت النتيجه؟ يعني كانت نتيجه 8-1، ايضا اللاعبين الموجودين انت تعرف بعض اللاعبين المميزين الموجودين في فريق البحري. والله فريق البحري امس يعني دش بقوه مثل ما يقولون، 8 أهداف كبيره جدا تبث الخوف في فرق المجموعه اللي معاه. عنده لاعبين مميزين، عندنا لاعبين محترفين انهم اللاعب البحريني محمد وايضا الاوزبكي، قدموا اداء رائع جدا، واتوقع بيتاهلون المجموعه هاي. بنشوف لين نهايه دور المجموعات راح نعرف من وين راح يتاهل. بالنسبه للمباراه الاولى مثل ما قلت يعني بشكل كبير هم مرشحين للتاهل عن هذه المجموعه. عموما من الطبيعي يعني يشعر جاسم البحري ورفاقه بنشوه الانتصار بعد تخطي العقبه الاولى بانتصار عريض، بينما في الجانب الاخر عمر الهاشمي لم يستوعب حجم الهزيمة اللي تعرض لها فريقه في المباراة الأولى. طبعا مع نهاية المباراة وأكيد فريق البركان يمكن اليوم ما كان مشتعل الفريق، يعني يمكن اليوم كان شوي البركان خامد. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بالتأكيد نحن ما لعبنا بالطريقة اللي كنا نرغب فيها واللي كنا نطمح فيها لبداية البطولة هذه، لكن مثل ما تعرف نحن كنا أول مشاركة لنا في بطولة صالات رمضانية، لذلك ما نتمنى ان هذه الخساره ان تزعلنا وتحبط من معنوياتنا، بالعكس لازم نتدارك اخطائنا باسرع وقت وان شاء الله بنعوض في المباريات الجايه. الحاله النفسيه للفريق بعد هاي الخساره 8-1 يعني نتيجه مو بسيطه. والله الخساره خساره
سواء خسرنا ب 10 ولا ب 15 في النتيجه نحن بنخسر ثلاث نقاط مهمه للتاهل للدور القادم، فاشوف النتيجه يعني ما تفرق معنا. بالنسبة لعودتهم عصام، هل هم أمل في العودة في هذه المجموعة البركان؟ بالنسبة لفريق البركان والله يعني صعب، المجموعة صعبة جدا، المجموعة صعبة. البركان يعني قدم أداء يعني من غير المتوقع، لكن على حسب توقعاتي أتوقع أنه صعود الوطنية ورويال حتى موقف البحر صعب، اللي فايز بالثمانية موقف صعب. لا 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 لحظة، خلني أركز معك. الفريق اللي فايز 8-1 تتوقع أنه ما يصعد؟ اتوقع انه في ظل فوزه في 8 أهداف مقابل هدف واحد، وارشح من هذه المجموعه فريقي الوطنيه والريال. هاي تصريحات كبيره، وارشحهم يكونوا يعني مباراه الافتتاح اتوقع انها تكون نهائي. ليش ما قلتها لجاسم؟ ليش ما قلتها لجاسم البحري قبل شوي؟ خلصت معي انت، ما اعطيتني ذمك. انا اعطيتك الفرصه وما قلت الكلام حقه. خليته بعد مش انت عبد الله، لا بالامس انت ما تقدر تقيس اداء فريق البحر. مباراه ما مقياس، اي مو مقياس، لان فريق ما كان صراحه يجاري فريق البحر في الاداء. يعني ممكن في نقطه كابتن، في نقطه مهمه، انه فريق رويال احنا قلنا حقق تعادل بطعم الفوز، لكن جماعه رويال في قراره نفسهم انهم هم شايفين نفسهم خسرانين وانهم ما قدموا شيء يذكر حتى الان. فممكن تكون المباراه الثانيه طبعا يعني بالتاكيد هي المعيار بالنسبه لفرق المجموعه بكل تاكيد. عموما بعد فوز البحري ب8 أهداف مقابل هدف على البركان، اصبح الفريق الابيض يتصدر منافسات المجموعه الاولى تاركا المركز الثاني لكل من رويال والوطنيه بعد تعادلهما يوم امس في المباراه الافتتاحيه، بينما البركان حجز مقعده متذيلا جدول ترتيب المجموعه. عبد الله تقول لي مجموعه معقده، بالنسبة للبركان ما استوعب صدمة الأهداف، يعني حتى أنا شفت من خلال الأهداف لو لاحظت بعد الهدف الثاني شفت الحارس مش مستوعب، يعني مش مستوعب أنه هو دخل عليه الهدف الثاني. مشكلة يعني حتى يعني لو تكلمنا عن النتيجة أنت لا زال قدامك كثير من الوقت على أساس أنك تعوض، يعني جولين بس لكن الحارس استسلم بعد الهدف الثاني. أنت خلي النتيجة على صوب الأداء، الأداء أنت فريق البركان يعني فريق الصالات له ستايل خاص. صحيح. فريق البركان ما كان يطبق أي ستايل لعب الصالات، يعني فريق الصالات يلعب لك مثلثات يوقف لك على الاطراف، لكن ما شفنا كل هذا فريق البركان بصراحه. يعني فريق البحري خبرته كلاعيبه الصالات الموجوده عنده، يعني انت لو تشوف كم لاعب لانديه الصالات يلعب في البركان كل لاعب واحد، هل فرق ترى؟ لكن عبد الله عصام يقول لك هذا الفريق ما بيصعد، يعني حتى مع فوزه 8 أهداف مقابل هدف لا واحد. ما اتوقع صراحه فريق منافس يكون، وانا اقول بيصعد ان شاء الله. والله نتمنى انه الاخ جاسم يكون منافس، لكن يعني سيميوني ما صعب في ظل وجود الوطنيه بمستواه اللي شفناه في ظل وجود رويال. الشيء الثاني والاهم اذا رجعنا الى فريق البركان، انا بتفق مع الاخ فيما يتعلق بانه فريق البركان يفتقر ويفتقد الى التكنيك والتكتيك في كره الصالات. يعني ما شفنا اداء مستوى ايضا تجانس ما في كل هذا. كره الصالات عندها عشرات الطرق. صحيح. وعشرات التكتيكات. صحيح. وعشرات الاساليب عشان تلعب بها، ما شفنا طبق ولا اي جمله ولا اي تكتيك من التكتيكات المعمول بها. يعني الخبره الخاصه بفريق البحري في كره الصالات هي اللي قادته للفوز بصوره. يعني هذا الفريق ضيف ويودع، ونفس البحري حيلاقي فرق بخبره اكبر وهكذا. بالتحديد البركان ضيف وراح يودع بكل تاكيد، اقولها بالفم المليان. اليوم يعطي قرارات حاسمه جدا. يعني مشكله المجموعه اللي هو فيه ماشي رحمه مثل ما يقولون، يعني بشكل طبيعي راح يودع اذا بهذا المستوى. والجواب باين من عنوان واضح، بهذا المستوى بهذا الأداء. عموما في المواجهة الثانية تمكن سبورت فور أول من حسم نتيجة اللقاء أمام سي آر 7 ب4 أهداف مقابل هدف، تقدم فريق الدون ولكنه لم يتمكن من المحافظة على هذا التقدم. تفاصيل مع محمد الكعبي. المباراة الثانية جمعت اس آر 7 مع فريق سبورت فور أول ضمن منافسات المجموعة الثانية. سريعا ودون مقدمات اس ار 7 بادر بالهدف الاول عن طريق محمد صلاح. يا سلام يا سلام، ارتفعت معنويات الفريق وظن انه سيتابع، في الواقع لم يفعل، لان سبورت فور اول كان قد اعد العده، عادل بعد دقائق بجهود لاعبه سعيد احمد. سلام سلام،
قبل أن يسجل عبد الله الأنصاري هدف التقدم لفريقه، وانتهى بذلك الشوط الأول. بدأ الشوط الثاني وكان واضحا أن الفريقين سيقدمان ما يحلو للجمهور مشاهدته، محاولات لا بأس بها لفريق SR7 لكنها لم تشهد نجاحا. في المقابل واصل سبورت فور أول المضي نحو تعزيز الفوز. علي داد مراد تعهد بالهدف الثالث فسجله. أما سيف عبد الله فكان له الهدف الرابع والأخير. عبد الله تفاجأته بالهدف الأول؟ أي والله. يعني ما توقعته بشكل سريع؟ لا لا. لا عنا قبل ما تبدأ المباراة المدرب واقف مع اللعيبة يقول لهم أول خمس دقائق ما يعلن الجول. لكن لعبنا أول دقيقة يعلن الجول، فاجأنا الهدف صراحة. لكن بعد ما مسكنا الكرة وانتشرنا في الملعب صح، ردينا المباراة بسرعة. يعني استحواذنا للكرة بعد الهدف صراحة طمننا إحنا كجمهور كجهاز إداري إنه راح نرجع. والحمد لله رجعنا يعني في أسرع وقت. عصام محمد صلاح اللي سجل الهدف الأول بالنسبة لفريق CR7، أنت قلت قبل الاستوديو بعد ما سجل الهدف نام اللاعب. وأنا سألت اللاعب لماذا نمت؟ قال نام الفريق وما نام. يعني هو كان حاضر لكن الفريق ما ساعده. حاضر لكن الفريق لم يساعده. لكن نرجع إلى إذا أعطيتني كلمة عن المباراة، ما ينطبق على فريق سبورت فور أول مع احترامنا الأخير ينطبق على فريق البحري. يعني نفس اللي ينطبق على البحري بينطبق على اليوم رشاش رشاش. أنا لأنه باختصار أنا بقول لك لا خلص باختصار إنه الفريق سبورت فور أول يعني استفاد من حاجة من نقطة محددة اللي هي نقطة خبرة لاعبين الصالات. صح. عنده سعيد النمر في فريق الحمرية لاعب مميز، لاعب من اللاعبين ممكن تقول القدامى في اللعبة، وعبد الله محسن ومحمد سالم حارس النصر علي شعبان وعلي، فذل أربعة لعيبة بيجيبوا فارغ أمام فريق ما عنده خبرة في اللعبة أصلاً. صحيح. اللي هو الفريق المنافس لهم مع وجود كابتن كمدرب اللي هو صلاح منير. مع وجود صباح اللي يجيد فن التشجيع وايضا تحميس اللاعب. والحمد لله جماعه سبورت فور أول استجابوا للمناشده ولم يكن عبد الرسول مش مدرب ما موجود في المباراه خالص. لا عبد الرسول يدعمنا يوميا يعطينا الدعم. عبد الله يعني قبل ما ندخل الاستديو كنا نسولف عن الفريق، يعني اعتقد ان ايضا انت مقتنع بهذا الموضوع ان فريق الموسم الماضي كان اقوى من هذا الموسم رغم ان فزتوا بالامس. والله صحيح فريق الموسم الطاف كان اقوى لان عناصر اللي لعبوه في الصالات كانوا اكثر. هاي السنه مثل ما قال الكابتن احنا عندنا اربع لعيبه صالات والباقيين مو بلعيبه دائمين في الصالات، فهالشيء فرق معانا. فان شاء الله يعني نمشي مع بعض نمشي. لكن ممكن ما تمشيكم اللي ابعد من الدور الثاني اذا قلنا يعني. والله ان شاء الله. عصام يقول لا الدور الاول. انا برد على كابتن عصام نتاهل المجموعات. لا 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 نحن من المجموعات ان شاء الله هدفنا الاول نصعد المجموعات. وعقب ان شاء الله نلعب كل مباراه يعني بيكون حسابات خاصه. عصام كيف تشوف هاي المجموعه؟ والله المجموعه اللي غرت فيها حتى الان هو فريق سبورت فور أول وفريق جيد وفريق مميز، لكن انا اللي بقصد انه اللي قدام في المنافسه يعني حظوظه صعبه، وان كان من الفرق اللي بتمنى لها التوفيق يعني ان شاء الله. والله سبورت فور أول اسم كبير ومتواجد على طول يعني في مختلف البطولات، ويشكرون على الجهد المبذول الاخوان عبد الله حسان وعبد الرسول واخونا عبد الله. بالرغم من الفوز المقنع يوم امس من حيث عدد الاهداف على CR7 الا ان فريق سبورت فور أول كان حماسه اكبر في النسخه الاولى من البطوله. ردود الفعل بعد المباراه نتابعها سويا ونعود. مبروكين كابتن، الله يبارك حياتك. الهدف الرابع في الشوط الثاني، الف مبروك. الله يبارك حياتك، يعطيهم العافيه الشباب ما قصروا الصراحه. انا اشوفكم كنتم متوترين قبل شوي. الهدف اللي جانا باول الدقائق صراحه شوي صعب خلانا نتوتر، بس الحمد لله الشباب ردوا رتم المباراه وما قصروا صراحه يعطيهم العافيه. فالالف توفيق ان شاء الله تستمر المباراه، باقي لها دقيقه وعشر ثواني ان شاء الله نزيد ان شاء الله نزيد ان شاء الله بالتوفيق. الله يوفقك. يا اهلا وسهلا. صح صح. بعد شوف هني الشباب هني. هاي شباب كابتن الله يعافيك كابتن. يعني تقريبا المباراه نتيجتها واضحه. المفروض اصلا من بدايه المباراه نكون خالصينها، بس الحمد لله ربنا قد المسؤوليه ان شاء الله وعوضوها عوضوا النتيجه ان شاء الله. وان شاء الله المباراه الجايه ان شاء الله. المباراه نخاف نسيناها في المواد المباراه الثانيه ان شاء الله. يمكن بدايه المباراه كانت مختلفه عن نهايتها. لا لا بدايه المباراه هي اول مباراه في البطوله، لازم يعني
كان في شويه يعني ارتباك وشيء، بس الحمد لله ربعنا دخلوا جو المباراه وجابوا النتيجه ان شاء الله الحمد لله. انتم شو وضعكم هني في دكه البدلاء؟ يعني هل متوترين ولا متحمسين للمباراه؟ متحمسين للمباراه وشجاع ربعنا، نحن ولا اللي داخل كنا واحد، كل واحد شال الثاني، بالعكس كنا اساسيه ما في احتياط. كوتش يعطيكم العافيه، يمكن المباراه كانت جميله لكن النتيجه ما اسعفتكم. معلش احنا انا قلت لك في البدايه، يلا قلت لك احنا مش جايين للبطوله، احنا يعني اول مره نشارك، وفي نفس الوقت الفريق بتاعي اول مره يلعب صالات، فالحمد لله انا مبسوط على فريقي ومرتاح للفريق بهذا النتيجه اللي هو خدها، ما فيش مشاكل عندي، وان شاء الله السنه الجايه او ان شاء الله المباراه الجايه نشوف كل احسن ان شاء الله. زين انسى الكاميرا، لا انسى الكاميرا، انت من نفسك من داخلك مبسوط من النتيجه؟ انا مبسوط. 4-1 مبسوط؟ 4-1 ان شاء الله، لو 4-0 انا بالنسبه لي نتيجه كويسه، يعني مش مشكله. انت بتلعب مع منتخب امارات، منتخب الصالات، ففي الحاله دي لما تخسر من منتخب مش عيب، دي تديك دافع اكتر، فانا ان شاء الله الحمد لله على كده وفراجي على فريقي ان شاء الله. الله يخليك، يعطيك العافيه. الله يخليك، تسلم، حياك الله، يا اهلا وسهلا. ايضا هني كابتن، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. يعني المباراه يمكن كانت جميله لكن ما ادري شو اللي صار، فرق كبير ما بين الشوط الاول والشوط الثاني. والله البدايه كانت طويله الحمد لله، يعني بس ظروف شو سبب التراجع؟ انا لا تقول لي ظروف المباراه، انا السبب، شو السبب اللي خلاكم تتراجعون بهالصوره؟ يمكن احنا كان خططنا كانت دفاعيه، بدينا بحماس، حماس شوي خرب علينا. حماس اللي خرب عليكم، ما قدرتوا انكم تستمرون على نشرة من الحماس؟ والله ما قدرنا، والله تغير علينا رتم المباراه. إذن ألف مبروك في نهاية هذه المباراة لفريق سبورت فور أول. سبورت فور أول يعني قدم. لا أنا ما ليش ما؟ ما لا 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 تتكلم لا لا تتكلم لا والله خبرنا المباراة. مبروكين يا أخي. الله يبارك. زين أبارك لك أنا يا أخوي. حبيبي حبيبي. مباراة نهائية. زين متأكد أنتم بتوصلون المباراة النهائية؟ أنا ساير حبيبي. وين ساير؟ ساير النهائي. النهائي أكيد؟ أكيد ساير النهائي. يلا نتلاقى يلا في النهائي. حياك الله يا كابتن. مع نهاية هذه المباراة يعطيكم العافية، يعني مجهود شفناه اختلف تماما، يعني الشوط الأول عن الشوط الثاني فرق 180 درجة. الحمد لله على كل حال، أول شيء بسم الله الشباب ما قصروا، فريق ثاني فريق شاب أدى أداء حلو، ولكن تكتيك صالات اللي عند لاعبتنا والخبرة عملت الفارق في المباراة، والحمد لله إن شاء الله القادم أفضل في المباراة الجاية، إن شاء الله نقدم الأحسن إن شاء الله. شو كان الخلل يعني في أول بداية المباراة؟ شو كان الخلل؟ قبل المباراة يعني كنا نحذرهم من أول دقيقة اللي هو الجول المفاجئ، اللاعبين ما كانوا جاهزين للمباراة، فدخل الحمد لله تداركوا الموضوع. يعني هم ما كانوا جاهزين فجأة جهزوا وكيف يعني؟ لا هو أول دقيقة هي كل مباراة لازم لها تركيز، ما كانوا مركزين فيها والحمد لله ركزوا الحمد لله. تقرين في الفطور؟ إيه إن شاء الله. لا على حسب إن شاء الله مسوين دايت إن شاء الله. يلا إن شاء الله توفيق. يلا وياك إن شاء الله. يلا زين، هذا مشروب الفوز نقدر نقول. الحمد لله الحمد لله. أول مباراة يعني تتنشط بعد الأداء الطيب. إيه أكيد إن شاء الله، الفريق كله أدى طبعا ما قصروا اليوم والحمد لله، أول 3 نقاط مهمة في أول مباراة يعني تعطيك دافع انك تتاهل الدور الثاني على الاقل. اول مباراه اهم مباراه تكون، ففريقين كانوا مستواهم متقاربين، يمكن خبره لعيبتنا لعيبه صالات فرقت شوي ويانا، علي شعبان وعباد سعيد النمر شوي فرقوا ويانا. بالمجمل يعني اداء الفريق كيف شفتوه في فريق يعني سبورت فورورد؟ والله الأداء بالبداية يمكن أول دقائق كان فيه شوية ارتباك والوقفة ما كانت صحيحة، بعد ما دخل علينا الهدف بدأ يركزون اللعيبة وقدرنا ما تأخرنا في التسجيل، حتى قدرنا نعادل ونتقدم الشوط الأول. يمكن الهدف الأول كان مثل ما تقول ريفرش لهم، سوالهم ريفرش يعني؟ صحيح أتفق وياك صح، يعني ما كانوا هم يمكن شافوا الفريق الثاني ما عندهم لعيبة صالات، ما عندهم محترفين، يمكن دخلوا وأنا أشوف قبل المباراة يقولون بنفوز عليهم هذيك ما يلعبون صالات، ويمكن هذا الشيء اللي أثر علينا بالبداية أول دقيقة سجل علينا هدف. عبد الله بناخذ تصريح محمد سالم، لكن عندك اللعيبة وايد يعني الفرحة ماخذتهم، لازم في ضبط شوي. لا والله كلمناه قبل المباراة قلنا يا جماعه فريق ترى كان جيد لكن ما يرتقي للمستوى، ان انت تقول لنا خلاص من خلال المباراه انا بصعد النهائي ولا ادوار اللي تصريح خطير. لا تصريح جامد كان. لا حذرنا والله حذرنا عقب المباراه لسنا يوم قلنا لهم لا
هذه المباراة مو مقياس لكم والله. يعني ما رضى يقول أي شيء، قال بس هذا النهائي. والله. يمن الآخر. يعجبني أنا اللي واثق من نفسه صراحة. يعجبني. أنا ما. سالم مفرطة. عبد الله. لا عبد الله محسن يمن الآخر يعني. قال إنك شوفوني في النهائي خلاص خلص الموضوع، هو يتأهل ووصل المباراة النهائية. هو شقيق الأخ الكابتن عبد الله محسن في الفريق يعني، هو أخوه. عصام من حقه يعني يشوف الفريق انه قادم والله من حقه، لكن الغريب في كلامه قال لا يريد ان يتحدث خالص، لكن لما تحدث قال كل حاجه. قال بيكون موجود في النهائي. قلت لي ملاحظه كانت موجوده في المدرجات، يعني اللي كان موجود في المدرجات كان متابع في انقسام بالنسبه للجمهور الموجود. امس اول ما سجل فريق سبورت فورول الهدف السبت سي ار 7 هدف السبت، لاحظنا مشجعي ريال مدريد علت الابتسامه على وجوههم وبدت نبره كريستيانو يعني تحفيز عشان النهائي بعد يومين. فالجماعة في برشلونة سكتوا شوية، لكن لما سبورت فارول اشتغل كويس وسجل 4 أهداف القصة أصبحت يعني هدف فقط جمهور البرشلونة في المدرسة يعني. بس يمكن عبد الله يكون مدريدي بعد أيضا. والله مدريدي أغلب اللاعبين مدريديين الفريق. يعني كان المفروض يعطونهم الفوز عشان سي ار 7 اللي استعدت للمباراة النهائية بعد يومين. لاحظنا من الاشياء الجميله برضه في البطوله انه جعلت اسره كره الصالات في مكان واحد، يعني لاحظنا ماجد المرزوقي المدرب يعني ده اصلا بيلعب في الحمريه لكن وكان مفروض يكون لاعب في الفريق لكن اصيب برباط صليبي، لهذا السبب لم يشارك ففقد فرصه المشاركه كلاعب، حصل فرصه المشاركه كمدرب. دي من الحاجات الجميله يعني التي يعني نعتبرها اضافات من البطوله وحاجات يعني متميزه وجعلت الناس كلها اسره واحده. يعني كان لاعب مميز وفي النسخه الماضيه كان هداف فريق الحمريه. لاعب كسبته كمدرب عبد الله. والله كنا نتمنى كلاعب خبره كبيره ايضا، كنا نتمنى لاعب بس الاصابه حرمته من المشاركه معنا واستفدنا من خبرته في الملعب في يعني توجيه اللاعبين. ان شاء الله يرجع في فتره قريبه. عموما المباراه الثالثه كانت بالفعل مسك ختام الامسيه الثانيه من البطوله، على الاعتبار أن الفريقين كانا بمستوى متقارب بين العالمي ولمجيكا دارة الرحى، وتمكن الأول من حسم المواجهة بستة أهداف مقابل 3. المباراة الثالثة في اليوم الثاني من بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية جمعت العالمي مع فريق لمجيكا ضمن المجموعة الثانية. ما يميز هذه المباراة أنها شهدت أكبر عدد من الأهداف، انتهت بستة أهداف مقابل 3 لصالح العالمي. صاحب الفوز بدأ التسجيل بواسطة أميد ناصر مبكرا، زميله عدنان راشد لم ينتظر طويلا فسجل الهدف الثاني. في المقابل عبد الرحمن علي تمكن من افتتاح التسجيل للاماجيكا. أحمد يوسف من طرف فريق العالمي رد سريعا بالهدف الثالث لفريقه. في الشوط الثاني عاد لاماجيكا للتسجيل عن طريق محمد عبد الله، رد عليه أميد ناصر بهدف رابع للعالمي، ثم سجل إبراهيم عيد الهدف الثالث والأخير لصالح لاماجيكا. جهوزية العالمي كانت عالمية، هدف خامس لمحمد الكندي وبعده الهدف السادس بتوقيع أحمد يوسف مجددا. عموما النتيجة كانت متقاربة نوعا ما بالنسبة لفريقي العالمي ولمجيكا. عبد الله 6-3 يعني ما تعطيك ان فريق كان متفوق على الاخر بشكل كبير، كانوا نقدر نقولها في كرة الصالات متقاربة. نعم كانوا متقاربين في المستوى. أنا شاهد بعض اللقطات من المباراة، فريقين كانوا جيدين، لكن الحق هو اللي فاز ومعانا في المجموعة طبعا الفريقين. يعني عشان شي عصام قال لك يعني الفريقين أقوياء، الفريقين جيدين منافسين قويين جدا، بس إن شاء الله نطلع منهم بنتائج إيجابية تأهلنا إن شاء الله. عصام ترشح سبورت فورول مع العالمي، غيرت رايك؟ لا هو قال بنتأهل مجموعة بنتأهل لأن البطولة صعبة، بس بعدين مداري الفريق الوصول للنهائي صعب، لكن بيتأهل مع العالمي لما جيك صعب. يعني لما جيك والعالمي مع سبورت فورول
الاثنين بيترافقوا مع بعض. ليش مش لما جيك معاهم يعني مستوى مي أهلا بالأمس؟ والله أنا لحدي على حسب ما شاهدت حتى الآن ببني على ما شاهدته، والقادم ربما يجي مختلف، ربما لما جيك يقلب الطاولة تغير المستويات ربما في كل الثانية. الأمور وكل الاحتمالات واردة في في مقبل الأيام في البطولة يعني. بس يوم أمس كان بتميز بحاجة برضو جميلة، إنه الأهداف كانت جميلة جدا يعني. أحمد يوسف لاعب فريق لاعب العالمي سجل أهداف جميلة، إنه أتمنى حتى لو الأخ علي وقف عندها يعني سجل الهدف الأخير كان هدف جميل جدا. راح نشوفه إن شاء الله. لكن جميلة جدا كان. ما أعتقد لما جيك يقلب الطاولة خصوصا بعد اللي صار في غرفة تبديل الملابس. عموما كيف كان انطباع لاعبي وإداري الفريقين بعد المباراة اللي شاهدناه وشاهدنا أداء مقنع من العالمي ولمجيكا، وكيف يتعامل يوسف سلطان إداري فريق العالمي وعمر الحمادي إداري فريق لمجيكا مع المباريات المقبلة في المجموعة الثانية؟ ما أدري واقفين خير ما مشر مضيعين المفتاح. مضيعين المفتاح؟ يعني أنتوا طالعين فايزين المباراة مضيعين المفتاح؟ ورينا وفرينا الجمهور. الجمهور إذا يزعل يشيل مفتاح الباص، أنا شكل حد زعلان مشان مفتاح القفل هذا. عندك المفتاح؟ لا والله شل المفتاح وروح. من هو؟ لاعب. لاعب من اللعيبه شل المفتاح وراح. لاعب قال اذا ما لعبتوني مباراه كامله بقفل عليكم بروح. والله العظيم شل عشان ما لعبناك. كابتن لعبتوا مباراه جميله، ولكن كيف كان انطباع اللاعبين يعني اثناء المباراه؟ شو كان شعور الفريق وهو يلعب هاي المباراه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الناس ما قال المباراه كانت طيبه من ناحيه النتيجه، تقريبا الاداء ما كان ذاك الاداء المتوقع، لان تقريبا الفريق بعد ما اخذ طابع الانسجام فريق مش متكامل تقريبا. اول لعيب مشاركاتهم تقريبا اول مشاركه من ضمنهم يوسف حسن من احمد وكذا لاعب اول مره يشاركون، فناقصنا بس الانسجام. لعيبه كفو ويقدرون عندهم امكانيات حلوه، ونتامل المباريات الجايه تكون افضل وافضل ان شاء الله. في المشاركه هل كان في توتر عند اللاعبين؟ توجه متوجهين للمراكز الاولى ان شاء الله. من ناحية النفسية هل كانوا متوترين؟ لا ما في أي توتر، ما في أي شيء. نفس ما قلت لك هم بس ناقصنهم معامل الانسجام، يفهمون بعض وتكون لنا تدريبات مع بعض إن شاء الله الجاي، وبتكون الصورة أفضل من الصورة اللي طلعنا فيها اليوم إن شاء الله. تكون نتيجة مع أداء إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. كابتن خبرنا عن المباراة يعني معنوياتكم كيف كانت قبل ما تدخلوا المباراة وبعد ما طلعتوا منها؟ والله المعنوية كانت عالية الحمد لله، واثقين من اللعيبة اللي عندنا كابتن يوسف وحميد وعدنان، والحمد لله طلعنا بالأهم. باقي المهم إن شاء الله الانسجام وهذا، ومع المباريات الجاية والدوار المتقدمة إن شاء الله نطلع بصورة طيبة. موضوع المفتاح موضوع الحديث عنه، راح اتحدث في البدايه عن تصريح يوسف حسن، تصريحات كلها ناريه. اي والله تشوف الفرق كله تبغى توصل يعني ناري. هو خسران يقول النهائي غريب، انا مستغرب والله. ما ادري هل هاي طريقه لانه يحمس ربعه يشجعهم ولا ما ادري والله، لكن تصريح قوي هذا يعني يوصل النهائي وفريق خسران. عصام يوسف حسن لاعب الشعب سابقا كلنا نتذكره، موجود حاليا في كره الصالات، وقال كمشاركه تعتبر جديده بالنسبه ليوسف وايضا اللاعب الاخر، لكن تصريحات اعتقد قويه. يوسف حسن فريقه فايز اول العالم، هو مع فريق يعني انا شفته مع يمكن بدا فايز يعني في المباراه العالمي فايز تقريبا فايز وهو مرشح للتواجد في المباراه الاخيره. امبارح فايز العالمي عادته، لكن ما اعرف هل هو فريق لما جيك لا هو مع العالمي حاليا صحيح، لان انا تخربط لان القميص لا يوسف حسن فايز 6 قميص الاخضر قميص لاماجيكا 6-3 لكن تصريحاته قويه، يقول تصريحاته قويه، وطبعا الكل يريد الوصول الى المباراه النهائيه، وهذا يعني دليل على انه حنشوف مباريات اقوى في الفتره المقبله، ودليل على انه البطوله نفسها يعني بطوله قويه، والناس اصبحت تتسابق لبلوغ النهائي، بدليل انه معظم الانديه استعانت بمحترفين على مستوى عالي جدا من الكفاءه سواء كان من اوروبا او من اسيا. نتمنى انه ليوسف حسن مدفع جيش الشعب السابق، وللاخوان في سبورت فورول، ولفريق انا ما اعرف الحين هم لقوا المفتاح ولا لا. المفتاح والله انا اشوف انا شاهدت اللاعب طلع، لكن ما كنت فاكره رايح ياخذ، والله العظيم شفته اللاعب وهو ماشي قبل نهايه المباراه.
بس ليش يعني زعلان؟ لكن لاعب منتخب واكيد لاعب منتخبات فنيه، لاعب مميز. والغريب في الموضوع عنده اخوه شقيقه على طول بيلعب في الفريق الثاني الاخر. يبدو انه شغلته الغير انه اخوه يدخل وهو ما يدخل يلعب. اخوه ما وصلنا ادخل عليه المباراه وروح. لا يعني بس انت فريقك فايز ليش زعلان يعني؟ ما لعب يمكن. لو لاحظته هو اصلا جلسته من البدايه، اذا الكاميرا جابت قبل بدايه المباراه جالس لوحده. ليش؟ جالس لوحده، يبدو انه شايف نفسه لاعب كبير ولاعب منتخب شباب وكذا عموما بعد مباريات الامس تصدر العالمي جدول ترتيب فرق المجموعه الثانيه، ويلي في المركز الثاني فريق سبورت فور اول بنفس الرصيد من النقاط، بينما جاء سي ار 7 ولاماجيكا في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط. طلع وضعتهم جيدة في جدول الترتيب، لكن تحدي في المباريات في المباراة الثانية إذا قلنا في المجموعة. والله شوف نحن الحين ترى عندنا صراع في الفريق. نقول شو صراع؟ شو اللي نحن الحين إذا فزنا أو صعدنا كأول مجموعة ولا ثاني مجموعة بنقابل الفريق اللي هو في رويال والبحري. يعني الحين نحن بنواجه منه يا رويال يا البحري يا الوطنية، فرق يعني جداً. يعني القرعة ما خدمتكم سواء في هذه المجموعة أو في كنا نتمنى نلعب فرق مجموعة مثلا غير المجموعة الأولى صراحة. يعني أمس ياسين نحن اللعيبة فكر بس مش يعني نسابق الأوانة كنا تفكر من راح تواجه في الدور الثاني. هذا يعطي دليل أنك واثق أنك تصعد من هذه المجموعة. والله ان شاء الله نحن عندنا فرق كبيره ان نصعد المجموعه. يستحسن انك تحسم موضوع الصعود اول حتى بعد ذاك تفكر في الوطنيه ورويال، لكن لما تحصلهم انت موضوعك بكون المباراه الجايه بنحسم ان شاء الله. يعني عصام مش من مثل ما قلت انت يعني تفكر كيف تحسم صداره المجموعه او عمليه الصعود؟ الصعود اولا، الصعود اولا بعد ذلك تفكر من راح تواجه. بعد ذلك تفكر في من ستواجه في الادوار المتقدمه من البطوله، والاهم من ده انت تحسم الصعود اول. بعد ما تحسم الصعود تفكر في المحترف الثاني اللي بيوصلك للمباراه النهائيه اللي قالها الاخ مدير الفريق. صحيح، نحن ان شاء الله مساعدنا نشوف انت ناقصك محترف. محترف واحد عربي، عندنا محترف واجنبي وعندنا محترف عربي ان شاء الله حاطينه في الليسته، بس ان شاء الله نصعد عسى نسجل. بالنظر لهذه المجموعه مثل ما قلت انت يعني الفريق صاحب المفتاح الضايع راح يكون موجود في الدور الثاني، وايضا فريق سبورت فرول موجودين ده ان شاء الله. ده وجودهم ان شاء الله منطقي حتى الان، يعني المنطق بيقول المفروض يكونوا موجودين ان شاء الله. ومن البدايه يعني مستواهم يعني ما ما ما, ما حاجه مننا احنا، لكن مستواهم بيقول يستحقوا التواجد. من اول يوم عبد الله قال فريق العالم من ضمن الفرق المرشحه انه يكونوا موجودين في الدور الثاني، وايضا متواجدين في الادوار النهائيه في البطوله. صحيح، نظر اللاعبين الموجودين عبد الله اكيد اللاعبين اللي عندهم شاملين فريق لعيبه خبره لعيبه خلصوا لك المباراه. صحيح، فاتوقع ان بتاهلون. الاسماء الموجوده في العالم يا عصام تعطي انه يلعب ادوار نهائيه يستحق التقدم بالنظر للاسماء وايضا المستوى. نعم يستحق. عموما احنا راح نشوف ايضا مع انتهاء الدور الاول من اللي راح يتاهل ومن راح يكون موجود ايضا في الدور الثاني. لكن تظل كل الامور وارده زي فريق سبورت فرول ممكن يجيب لاعب فارق، يجيب لاعب مميز جدا ممكن يفرق معه في الدور، ايوه يفرق معه في الادوار القادمه، ويكون عنده كلام مع الوطنيه ومع رويال اللي خايف منه ما. هم خايفين منهم يعني مسوين حساب. عموما احنا راح نشوف ان شاء الله في الدور الثاني. ستتواصل منافسات الجوله الاولى اليوم من خلال ثلاث مواجهات تجمع الاولى العميد بالامبراطور، ويلتقي فرسان المواليف بالزعيم في المباراه الثانيه، قبل ان تختتم مباريات اليوم بلقاء يجمع فريقي اكسترا والجوارح. هاي المجموعات الباقية من تتوقع؟ ثاني انه راح يتاهل. صوتك طالع على الهواء يعني انه راح يتاهل. عموما احنا يسعدنا ان ينضم الينا عبر الهاتف خالد اداري فريق العميد، وايضا عبد الله اداري فريق الامبراطور. مساء الخير شباب. السلام عليكم. النور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في البدايه ارحب فيكم وسعيدين بتواجدكم معنا في هذا اللقاء وفي هذا البرنامج، برنامج كواليس. في البدايه خالد ابغى اسالك عن مباراتكم امام الامبراطور، المباراه اللي راح تكون بالنسبة للفريقين صعبة، لكن كمواجهة كنت تتمنى تواجه الامبراطور في أول مباراة؟ في البداية يا مرحبا وسهلا فيكم، مشكورين على هاللقاء، راح أسيكم في ضيوفك. والله فريق الامبراطور فريق قوي ومرشح للبطولة،
بالنسبة لفريقي والله ما حطيت أي فريق أني بواجه، أنا استعديت كفريق كامل وما كنت أتوقع أني في البداية صادف الإمبراطور، لكنها مثل ما تقول مباراة قوية في تكون في البداية أفضل. وصلنا التوفيق إن شاء الله. عبد الله معنا أيضا. عبد الله أنا أبغيك أسألك سؤال الكل يتساءل عنه، يقولون الإمبراطور هو المرشح الأول للفوز بهذه البطولة. والله يمكن هو الكلام بس تغضي النظر عن الفرق، يمكن بس نحن داخلين نفس حالنا حال الفرق الباقي، كل الكل يسعى للحصول على البطولة والفوز بيها، والبطولة مثل ما تقول من أفضل البطولات حاليا في رمضان عندنا في الدولة. عبد الله شو توقعاتك لمباراة اليوم؟ مباراة الإمبراطور والعميد، دربي النصر والوصل، يعني دربي برد بي. أزرق وأصفر. بإذن الله الفوز الإمبراطور، بإذن الله، وتوفيق لكل الفرق إن شاء الله. خالد شو رأيك؟ إن شاء الله كل شيء في الملعب الله يقويك و يعني ما حد يتوقع، لا خالد ولا عبد الله ما توقعته اليوم. أنا بنتوقع عليه. ما بنتوقع الأحداث بس إن شاء الله نكون الحصان الأسود في البطولة. شو لو تعادلت خالد؟ بتكون يعني تكون مكسب بالنسبه لك؟ شيء جيد لو نتعادل، شيء جيد. بنزل خالد. خالد من ابرز اسماء اللاعبين عندك؟ عندي جابر حبيب، ناصر عبد الهادي، الحارس عندي عبد الله، والحارس يعني عندي لعيبه ان شاء الله بيكونوا مفاجات البطوله. الامبراطور عندك مين؟ الامبراطور عندنا جابر الحارس، حارس النصر، محمد عبيد لاعب النصر، وعبد الكريم جميل لاعب الظفرة. يعني عندك أسماء قوية لذلك أنت مرشح للبطولة. لا خالد أعذرنا من البداية نقول لك مبروك للإمبراطور. لا لا يا لا تستعيروا صحيح لا تستعيروا. خالد وعبد الله شكرا لكم، شكرا على تواجدكم معنا، كل التوفيق إن شاء الله في مباراة اليوم. أنا عاجبني عصام اليوم التوقعات عنده والله عاجبني اليوم حبطه. خلص البطولة ترى وخلص البطولة من اليوم خلص البطولة. لا مبدئيا مبروك الإمبراطور يعني بنسبة 99% ما في كلام. بس مو عنده عبد الكريم جميل وجابر ومحمد عبيد خلاص جيدين لم منتخب اي والله بس مش حرام عليه انه هو عمل احباط للفريق والله الفرق كله تخاف تتصل الحين تخاف تتصل يخسرهم قبل المباراة. عصام بالنسبة للفريقين مثل ما قلت الإمبراطور من خلال تصريحات عبد الله ونوعا ما دبلوماسي، لكن أعتقد الأسماء الكبيرة الموجودة عنده ممكن تلعب فارق في مباراة اليوم. الأسماء قادر على إحداث الفارق، لكن في النهاية تظل كرة يعني كل شيء وارد فيها. كرة قدم ممكن يصير مجنونة يعني لا ممكن يصير فيها كل شيء وارد. أما المباراة الثانية بين فرسان المواليف لا قبل ما أنتقل المباراة الثانية أنا ما سألتكم كم النتيجة نتيجة العميد والإمبراطور. أتوقع فوز الإمبراطور فوق الثلاثة. فوق من ثلاثة وأنت طالع. فوق الثلاثة اليوم. عبد الله شو تتوقع؟ تعادل الفريقين. عبد الله دبلوماسي. لا لا أنا ما أبغى دبلوماسية. أنت شفت الأسماء. صحيح. وشفت الفريقين. مش إنك تحبط خالد إداري فريق لكن. توقع ما قصرت خليك واقعي معه لا الإمبراطور. الإمبراطور على العميد زين ترشيحين بالنسبة. للإمبراطور على العميد يعني ننتظر أيضا فريق العميد في مباراة اليوم يحفظ توقعاته. وأنا عرفت إنه في سباق بين الفريقين كان على اللاعبين يعني صح. في لاعب كان مع العميد جو سحبوه الإمبراطور لأسباب ما يعني. عموما المباراة الأخرى فرسان المواليف والزعيم معانا سعيد اللي يعتبر إداري فريق الزعيم. مساء الخير سعيد راح فيك. مساء النور مدرب إداري سعيدين بوجودك معنا اليوم. الله يخليك شكرا يا أخوي. سعيد مباراتكم مع فرسان المواليف في هذه المجموعة نوعا ما الفريقين متقاربين في المستوى والأسماء، لكن كيف تشوف المباراة هذه في أول مباراة في المجموعة؟ أول شيء السلام عليكم، مشكورين على هالبطولة الجميلة السنوية. طبعا هاي مشاركتي في النسخة الثانية فيها. فعلا اخوي الفريقين فعلا متقاربين في المستوى وفي اللعيبه. صراحه ان تصير الفريقين ونحن طبعا فريق يحترم فريق جميع الفرق ومنهم فرسان المواليف. معنا ايضا محمد مدرب فريق فرسان المواليف اللي راح يكون خصمك ايضا في هذه المباراه. راح فيك محمد ومساء الخير. حياكم الله ومساكم الله بالخير جميعا ويعطيكم العافيه
أحب أمسي عليكم على أخوة الكباتن في الاستديو وجميع المشاهدين. محمد كيف تشوف المباراة؟ والله أتمنى الصراحة أول شيء نحن جاهزين هاي المباراة. جاهز المباراة الأسماء اللي تعول عليها في المباراة. الأسماء اللي عندك في الفريق. الأسماء عندي حميد صنقور، عندي عيسى كيدي، عندي راشد لصلي، في عندي محترف أجنبي، عندي لاعب عربي. الحمد لله الموسم هذا عندي لاعبين إن شاء الله أتمنى أنهم يكونون أفضل عن الموسم اللي طاف. سعيد مدرب الزعيم، الأسماء اللي عندك اللي تشوف ممكن توصلك في هذه المباراة؟ والله الأسماء اللي عندي يعني بخليهم مفاجأة حق فصل. لا احنا نبغي نعمل مقارنة في الاستديو، يعني باقي كم ساعة مقارنة. إذا مقارنة أنا عندي الله يسلمك عندي محترف مصري، وعندي الله يسلمك محترف من مواليد الدولة لكن هو يمني، عندي حمد الشامسي وعسكر، وطبعا عندنا لاعب للأسف ولاعب نادي لكن إن شاء الله نشوف كيف نتصرف على الموضوع، وعندنا أحمد خلفان كمان يعني من الظهرة. بشكل سريع أنا راح أسألكم السؤال، كيف راح تكون النتيجة المرضية بالنسبة لك سعيد في هالمباراة؟ تعادل مرضي أو أن الفوز ولا غير الفوز في هالمباراة؟ الزعيم ما يظهر غير الفوز. محمد لا أكيد الفوز. شكرا لك محمد. محترم طبعا الفريق، محترم الفريق الزعيم اليوم بالنسبة لي وبالنسبة لأخواني اللعيبة نطمح للثلاث نقاط إن شاء الله. شكرا لك محمد، شكرا لك سعيد، نتمنى نشوف مباراة جميلة اليوم بينكم إن شاء الله. بشكل سريع عشان نعلق على المباراة الأخيرة عصام. بشكل سريع والله يبدو أنه الزعيم الموسم ناوي، الزعيم بيضم في تشكيلته حسب ما أذاع علينا مدرب الفريق، بتضم أبناء مدينة العين حمد الشامسي هداف المنتخب لاعب فريق نادي الظفر بطل الدوري، عسكر عمر أيضا لاعب مميز في فريق نادي الظفر بطل الدوري، وأحمد خلفان برضو في الظفر، ديل أبناء مدينة العين، يعني جايب من داره من دار الزين، جايب لعيبة من يحملون شعار النادي الزعيم أصلا، بالإضافة للمحترف المصري واللاعب اليمني مواليد الدولة. في الطرف الثاني في حميد صنقور برضو لاعب مميز في نادي النصر، وفي عيسى كيدي، يعني الكفة متوازنة باختصار، هنا التعادل ممكن يكون حاضر لأنه الكفة واضحة. الوقت يدركنا بشكل سريع أكسترا والجوارح، معنا عبد الله إداري فريق الجوارح، مساء الخير عبد الله. مساك الله بالنور أخوي، تحياتي لأخوي عبد الله والأستاذ عصام اللي يسميه أنا مشاغب. عبد الله المباراة اللي البعض يقولنا أيضا راح تكون فيها ندية كبيرة وإثارة، المباراة اللي راح تكون بين إكسترا الفريق الغامض بالنسبة لأغرب الفرق مع الجوارح اللي شارك في النسخة الماضية. بكل تأكيد فريق إكسترا فريق قوي، وشفنا مباراته مباراة ودية قبل البطولة، ففريق جدير بالاحترام وإن شاء الله راح تكون مباراة حلوة للمشاهدين إن شاء الله. الجوارح الحائز على المركز الثالث في الموسم الماضي، الأسماء اللي يتعول عليها عبد الله؟ والله شوف كابتن عندي برازيلي، وعندي لاعب منتخب مصر، وعندي علي الخمري وراشد عبيد. تعول عليهم بشكل كبير في هذه المباراة وأيضا في هذه البطولة. إيه نعم أكيد، ونبحث أولا عن صدارة المجموعة وبعدها خطوة خطوة إن شاء الله للأدوار النهائية. نتمنى لك كل التوفيق عبد الله، ونتمنى أيضا لجميع الفرق المشاركة في هذه البطولة. شكرا لك عبد الله. ما عندي وقت ولا كنت باخذ رايكم في هذه البطوله، كلمه سريعه على اساس انه قبل ما ننهي. كيدي من الذين تذوقوا حلاوه هذه البطوله واحرز المركز الثاني في الموسم الماضي، وفريقه مميز وقوي ويستحق التواجد في النهائيات. شكرا لك عصام، شكرا لك عبد الله على تواجدك معنا، وبالتوفيق ان شاء الله لك مع فريق سبورت فور اول. شكرا. شكرا لك، شكرا لكم اعزائي المشاهدين على متابعه هذه الحلقه السادسه من برنامج كواليس البطوله، كونوا على موعد ان شاء الله مع بارس اليوم اللي تحدثنا عنها بشكل مفصل مع اداري ومدربي الفريق. مع السلامه.